أريد أن أقدم رسالة حازمة إلى المجلس الوطني السوري الانتقالي من أهالي حي باب عمر إلى هذا المجلس. نحن منذ 15 يوم نقصف بكافة أنواع الأسلحة، منذ 15 يوم ونحن محاصرون، نعيش فصول الثمانينات بكافة السيناريوهات، نحن نعيش النكبة، نكبة 48، وأنتم إلى الآن لم تقدموا أي إجراء ملموس لوقف المجزرة المستمرة داخل الحي. نطالبكم بأمرين اثنين، الأمر الأول هو تقديم طلب على السريع الفور العاجل إلى منظمة الصليب الأحمر الدولي لمحاولة إدخال المساعدات الطبية والإغاثية، الحي منكوب بشكل كامل، وتحميل منظمة الصليب الأحمر كافة المسؤوليات تجاه الكارثة الإنسانية المستمرة داخل الحي. الطلب الثاني هو عقد المؤتمرات الصحفية لفضح جرائم النظام وإيصال صوتنا إلى كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية وإلى الرأي العام العربي والدولي. نحن نموت ونقصر، نعيش الثمانينات بكافة الفصول والسيناريوهات، وأنتم إلى الآن لم تقدموا أي إجراء فعلي لوقف المجزرة المستمرة في حي باب عمر. نحملكم كافة المسؤولية، والشعب هو الذي قال المجلس الوطني هو يمثل، المجلس الوطني يمثلني، والشعب هو من سينزع عنكم الشرعية إذا ما تخاذلتم عن نصرته وتقديم كافة ما يطلب منكم. اليوم 19/2/2012.